موسم 2007 ريعو كان ساعتها لاعبا في نادي الاولمبي، وقتها كان ممدوح عباس رئيسا لنادي الزمالك، وكان في مفاوضات من نادي الزمالك عن نادي الاولمبي ومعاك شخصيا ان انت خلاص لاعبا في نادي الزمالك. ايه اللي حصل وهل وقعت على عقود انتقال نادي الزمالك ولا لا، واسباب فشل الصفقه؟ هو طبعا الموضوع كله كان، انا فعلا كان بيفوضني نادي الزمالك عن طريق استاذ عمرو الجنايني، ورحت قعدت معاه، فكان هو مدير بنك تقريبا في منطقه الحيوانات في القاهره ده الفرع يعني الفرع اللي هو كان في البنك، عشان فاكر انا فاكر الحاجات الكواليس دي. ورحت كنت مفروض ان انا اخد شيك ب 100,000 جنيه، ووقعت عقود وعملت كشف طبي، وكان لعيبه الزمالك قبلي يعني قبليه بيوم راحوا عملوا كشف طبي في المستشفى. حلو. بس بقى حصل كده حاجات غريبة حصلت مش انت حابب اتكلم فيها. اخدت ال 100,000 ولا لا والله ما خدتها، ولا حد دخلت حديقة الحيوان؟ لا خدت حديقة دخلت حديقة الحيوان بس ما خدتش ال 100,000. انا كنت راجل بحب نادي الزمالك جدا، وكان في الوقت ده كان الوكيل بتاعي محمد شحا عرض عليا 4 اندية، ان انا فيهم كان الاهلي والزمالك، اهلي اهلي وزمالك واتحاد، او اهلي وزمالك وانبي، وكان اسماعيلي، لان كان اسماعيلي في الوقت ده كان بيدفع ايام ما كان موجود فيه كان رئيس النادي بتاعه، وجا مسك الفترة اللي حكومي. فاتت دي كان مهندس حياة كومي تقريبا، وكان كان في فلوس يعني. فأنا اخترت الزمالك. بعد كده لما لقيت موضوع الزمالك فشل، رحت قلت له ايوه، انبي. ايه اسباب فشل موضوع الزمالك؟ ما اعرف، بص يعني انا كان في قصة حصلت معايا وقلتها عن طريق قلنا لك قصة يعني. ايه اللي حصل؟ هو كان في دعيب معين كان بيتكلم معايا ان انا مش هخش نادي الزمالك ده غير لعيب لو من الزمالك يعني؟ لعيب في الزمالك، كان بيتكلم معايا في موضوع انه عايز 50,000 جنيه، يعني ممكن يكون الموضوع كان بهزار برضه، مش عايز احط واربط الاحداث طب ببعض اللعيب ده كلها. اتكلم معاك فين؟ يعني كان في معسكر فين ولا لا كان انا احنا كنا في منتخب الاولمبي، منتخب الاولمبي؟ منتخب الاولمبي، وكان هو انا كنت بحب اقعد ورا في كرسي الورا، كنا كلنا يعني العصابه كلها كانت بتقعد ورا، ده وانا في الحمد لله الباص كنت يعني بتاع المنتخب. وانا الحمد لله كنت كويس في المنتخب الاولمبي، يعني كنت بلعب يعني فاهمني، بلعب اجيب جوان. بس كان الكلام رايح لكده وقت ما اما يعني الموضوع خلص، يعني ما بحبش اتكلم في الموضوع ده واجيله كتير، يعني في الاول وفي الاخر بتبقى نصيب. هو اتكلم معاك قال لك ايه بالظبط عشان تبقى الناس فاهمه؟ قال لي كده، قال لي عايز تيجي الزمالك هتدفع 50,000 جنيه.